إجازة السوق ضرورية. المفروض دائما يتابعون إجازة السوق السنوية. أكيد أكيد على السنوية على إجازة السوق. والله سبب الحوادث أول شيء ما هي أكيد لأن كلها مستجدة، أكثر شيء مستجدة على السياقة. هو اللي ما يعرف السوق أول شيء مستجد طالع أول أسبوع وطلع الشارع. هو ثاني شيء الإجازة حيل ضرورية ضرورية حيل. إيه نعم، من ناحية حادث من ناحية بأي شيء. والله كل الزينين تعاملهم زين. من غير تعامل يعني ما المفروض دائما يتابعون الإجازة؟ والله دمرونا هذول ما عندهم إجازة. ما يعرف السوق ويركب سيارة. يسببون حوادث كثيرة. حوادث كثيرة والله. ضروري متابعتهم يعني. يا أطفال يسوقون سيارات يعني ما عندهم إجازة ما بالغين يطلعون على الشارع. سبب الحوادث ايش في عاصمة المدينة؟ قلة التركيز بالشارع وعدم السواقة يعني. وما عدم إجازة يعني إجازة السوق يعني. لازم الكل عنده سنوية إجازة السوق حتى يكون عند الترسيق بالشارع. يركز على الشارع أكثر. ولازم يسوون إجازات ما السوق لأن أكثر الحوادث يعني عيطلعون بس مسترى سيارة قبل عيطلع بيها ما عندهم إجازة السوق عيطلعون. فأي إجازة ما السوق ضروري لازم يسوون.